تستطيع أن تقرأ قل هو الله أحد ربما 20 مرة قراءة، يعني سردا تقرأ قل هو الله أحد في دقيقة واحدة 20 مرة حتى لو كانت 10 مرات. تعرف ما أجرك؟ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة بدقيقة، يمكن بيتين بعد. ليس هذا فقط، قل هو الله أحد 1/3 القرآن، يعني من قرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن.